مشاهدينا الأعزاء، نرحب فيكم مرة ثانية من خلال برنامج سدرة باسمكم وباسم فريق عمل سدرة. نرحب بضيفنا العزيز الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد عبد الصاحب مهدي. أهلا وسهلا فيك وحياك الله، مشرفنا ومنورنا تلفزيون دولة الكويت وبرنامج سدرة. يا هلا ومرحبا، أشكركم على الاستضافة، وصراحة أنا مستمتع جدا في التعامل مع وزارة الإعلام وكادر الإخوان في سدرة. صراحة اهتماماتهم جدا رائعة في البرنامج، وكان لهم دور جدا رائع معاي صراحة في هم بعد الدعم الإعلامي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. نعم طبعا هذا واجبنا، ويعني احنا دائما بوزارة الإعلام نمشي على توصيات معالي وزير الإعلام أكيد ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح، في أن احنا نتعاون مع جميع جهات الدولة والمؤسسات سواء الحكومية وغيرها اللي تصب في مصلحة الكويت والمواطن والوافد وكل من يسكن ويعيش على أرض الكويت الحبيبة. طبعا قبل لا ندخل في محور الحديث والمحاور اللي موجودة واللي تهم الكثير من المشاهدين، نبي نسألك عن ذكرياتك مع السدرة. أنا عندي قصة مع السدرة اللي كانت في البيت، بس سالفة تضحك صراحة. يلا نبي نضحك. هذا كانت في عندنا ما شاء الله لا إله إلا الله سدرة وايد كبيرة في البيت. فيومها كان تدري الكنار اللي طلع، احنا كنا صغار ندور هالسوالف هذه، فكنا نطمر فوق ونقصص بهالكنار وناكله. بس مع تقدم العمر، ما بقول لكم كم كان عمري لان الحادثه تفشل شوي. مره من المرات والله شفت هالكنار اشتهيته. قلت لا انا عارف انط ثقيل، تدري ما شاء الله الوزن مو رشيق اللي اقدر انط فوق السدره ولا فوق السور. فشفت صوبي طابوقه. جيت قضبت الطابوقه وشحتها على السدره. طابوقيت على راسي. لا صدق. تعلقت في السدره وزلت على راسي، فسويت 9 غرز. اتذكر ايامها وكان صدق من المواقف المضحكه المبكيه. عاد اخر شيء كليتي كنار ولا لا؟ لا وين، ما كلينا كنار، بس كل اللي حاشنا بس 9 غرز وما اقدر اقول لك كم كان عمري يوم ما حذفت السدره بالطابوقه. ليش ما تقدر تقول؟ والله لان وضعي فشل، كنا بالعقد الثالث من العمر، وايامها كنت انا استاذ ادرس كليه الهندسه ما شاء الله، فرحت ادرس الجامعه وحاطه عمامه فوق راسي بالتسع اغرز. فاذكر كان موقف جدا مضحك، كوني انا ما ايام الجامعه كنت البس بدل، فكان يبين عمامتي فوق راسي كني سيكي. بس هذه ذكريات، يعني ذكريات حزينه. لا مو حزينه، بالعكس الضحك. لان السدره يعني علاقتي فيها جدا صحيح. طبعا انا دائما اقول يعني السدره هي كويتنا الحبيبه، هي اللي تظللنا اكيد وتحمينا، يعني نتلاحم تحت الكويت. الله يدوم علينا الأمن والأمان بقيادة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وليعهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأسرة الصباح الكريمة، والشعب الكويتي وكل من يعشق أرض الكويت. دكتور خالد، إحنا راح نطلع تقرير عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وبعدها إن شاء الله نبدي حوارنا. يمتد الأفق الزمني لرؤية الدولة والأهداف الاستراتيجية للتنمية إلى عام 2035، حيث قدمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عدة مقترحات ودراسات وخطط تم اعتمادها بلجان مختصة. وتتمثل دراسة رؤية الدولة حتى عام 2035 على مجموعة من الطموحات والتطلعات الوطنية، ومن أهمها استعادة الدور الريادي والإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية، وإعادة بناء أدوار مهمة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها، وتوفير الضوابط والمناخ لضمان التنمية البشرية، وتدعيم وترسيخ النظام الديمقراطي واحترام الدستور. كما تتمثل الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية حتى عام 2035 إلى عدة أهداف، وهي زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن، والقطاع الخاص يقود التنمية وفق آلية محفزة، ودعم التنمية البشرية والمجتمعية، وتطوير السياسات السكانية،
وتكريس وتعزيز الإدارة الحكومية وتعزيز الهوية الإسلامية والعربية، كما قدمت خطة التنمية عدة دراسات من شأنها تطوير الوضع التنموي الحالي. اجتهادات وعمل كبير تقوم به الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتهيئة مختلف جوانب بيئة التنمية بدولة الكويت وتطويرها. مشاهدينا، خذينا فكرة عامة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. دكتور خالد، شفنا التقرير مع بعض، يعني رغبة صاحب السمو في جعل الكويت مركز مالي وتجاري عالمي، رغبة سامية أكيد من والدنا، ونشوف أن الكل يعمل على قدم وساق يعني لجعل هذه الرغبة على أرض الواقع. عندكم دور كبير على عاتقكم كالأمانة العامة للمجلس يعني على للتخطيط والتنمية. نبي نتكلم عن أهم الإدارات اللي موجودة عندكم والقطاعات، وإذا في عندكم نظرة معينة لتطويرها ولمواكبة التنمية. سؤالك متشابك. نعم. ويعرض عدة أمور صراحة نحب أن نتكلم فيها. نفصلها. ونبي نفصلها. نعم. طبعا احنا عندنا الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تحكي حكاية التخطيط في دولة الكويت. جميل. الكويت دولة تؤمن بمفهوم التخطيط. نعم. منذ القدم. صحيح. وهو أمر ليس غريب. نعم. حيث تم إنشاء مجلس التخطيط في الستينيات، كان عندنا مخطط هيكلي في الدولة. نعم. الإيمان الحقيقي في التخطيط موجود منذ تأسيس الدولة الحديثة في الكويت. وتعاقبت الأدوار التخطيطية في دولة الكويت. نعم. إلى أن وصلنا إلى ما يسمى الآن بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. جميل. وهي تمثل يعني أقدر أني أوضح للسادة المشاهدين. نعم. أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى هي بمثابة وزارة التخطيط سابقاً. سابقاً. نعم. ولكن لأن الدولة تتحرك باتجاه الحوكمة في هيئاتها ووزاراتها. نعم. فالأمانة العامة يوجد هناك مجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. نعم. يكون هو الذي يضع السياسات العامة للدولة. نعم. ويضع التوجهات والمرئيات والمفاهيم. نعم. التي منها نستطيع أن نحقق رؤية صاحب السمو، وهي الرؤية السامية. نعم. في عام 2035 إن شاء الله، وهو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي. نعم. وبيئة مشجعة للاستثمار. نعم. وملائمة لتفعيل دور القطاع الخاص. نعم. في تنمية الدولة. نعم. عندما نتكلم في دور الأمانة، الأمانة هي جهة تنسيقية مع جميع جهات الدولة. نعم. وهذا ما يسمى التنسيق مع القطاع العام. نعم. نحن أيضا ننسق مع الجميع من الشركات الحكومية المملوكة بالكامل للدولة. نعم. نحن ننسق مع الهيئات التابعة للدولة. جميل. وأيضا ننسق مع مؤسسات المجتمع المدني. نعم. وأيضا هناك تنسيق مع القطاع الخاص، بالأخص فيما يتعلق في التقارير ومناقشتها. بالإضافة إلى وجود ممثلين للقطاع الخاص في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. جميل. الأدوار اللي تقوم فيها الأمانة صراحة بإيجاز هي أدوار أساسية في إصدار وإنتاج وثيقة خطة التنمية السنوية، الخطة الإنمائية الخمسية، والخطة الطويلة المدى. بالإضافة إلى متابعتها ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وبرنامج عمل الحكومة. طيب، شنو أنواع الخطط اللي تم إعدادها عندكم في الأمانة العامة للمجلس الأعلى؟ الأول نتكلم عن الخطة الطويلة المدى. نعم. اللي هي الخطة اللي تأخذ مثلا إلى 2035 على سبيل المثال. نعم. Long term. Long term. نعم. هذه الخطة لها رؤية محددة سامية. قد وضعها صاحب السمو. نعم. أمير البلاد، وكانت جدا واضحة بمفاهيمها. نعم. ونجعل الآن خطط إنمائية خمسية من أجل تحقيق هذه الخطة. نعم. نحن الآن في الخطة الإنمائية الثانية.
حلو. فالخطة الإنمائية الأولى كانت 2010-2015. نعم. الخطة الإنمائية الثانية 2015-2020 ومنها 2025-2030. على 30-35 نكون نحن حققنا الرؤية وننتقل أيضا إلى ما هو أبعد. فالآن نحن نتكلم نعم. من هذه الأيام أيضا بالرؤى ما بعد 2035. هذا ما يسمى بالخطة طويلة المدى. وثم من كل خطة خمسية إنمائية يوجد هناك خطط تشغيلية هي خطط سنوية. هذه الخطط السنوية تتكون من مجموعة من المشاريع نعم. التنفيذية لتحقيق سياسات الخطة الخمسية. وأحب أني أنوه أن الخطة الإنمائية الخمسية تصدر بقانون من مجلس الأمة الكويتي. حلو. إنزين دوركم في المجلس الأعلى هل هو دور رقابي؟ يعني هل تدخلوا يعني مثلا الحين أنت حضرتك ذكرت أن أنتم التنمية وتخطيط وتواكبون تتعاملون مع جميع الجهات، هل هو دور رقابي فقط ولا أيضا تشاركون في الخطط التي توزع على منشآت ووزارات الدولة؟ نحن نساعد تساعدون الجهات إذا احتاجت المساعدة. في بعض نعم. الجهات يقول لك احنا متمكنين. حلو. بعض الجهات تحتاج إلى مساعدة. نعم. نحن لدينا أيضا ما يسمى برنامج الدعم المؤسسي لجهات الدولة. شنو هذا البرنامج؟ هذا البرنامج هو عبارة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. الشريك الاستراتيجي لهذا البرنامج هو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط. وظيفة هذا البرنامج هو أن نأخذ مجموعة من الأولويات الرئيسية التي تحتاج إلى دعم ومؤسسي أو دعم تقني نعم. أو دعم فردي في داخل الدولة. تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع نعم. البرنامج الأمم المتحدة نعم. والجهات التي تحتاج نعم. هذا الأنواع من الدعم المؤسسي أو الدعم التقني. هذا النوع من البرامج هو برنامج دولي نعم. وطني أممي نعم. وهو يأتي من وجود الكويت كلاعب دولي نعم. في الأمم المتحدة. طيب دوركم في موضوع المناقصات يعني نعم. الكثير من المستثمرين ويعني والتجار والناس اللي عندهم حب العمل يعني لمواكبة خطط التنمية، يعني شنو دوركم بالنسبة للمناقصات التي تطرح وكيفية توزيعها على وزارات الدولة؟ نعم. يعني مثلا أنا أعطي مثل علشان المشاهدين أيضا، بناء مستشفى طبعا هذه المناقصة هي طريق حق وزارة الصحة. دور وزارة أو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في هذا الموضوع. الأمانة العامة معنية بما يسمى بمشاريع خطة التنمية. نعم. هذا رقم واحد. حلو. والمشروع الذي يدرج بخطة التنمية نعم. يؤخذ له أولوية يعني واعتبارات خاصة. نعم. الأمانة أيضا تقوم في تسيير وتذييل المعوقات على أرض الواقع نعم. لهذه المشاريع. حلو. إذا كان هناك أي بعض المعوقات نعم. ما هو الدور؟ الدور ببساطة أن الأمانة العامة المشاريع المدرجة لديها بخطة التنمية تقوم بالتأكد من تنفيذها. نعم. هذا رقم واحد. يعني أنتوا مراقبة متابعة. خليني لأن مراقبة. كلمة مراقبة أي. جدا حساسة. ممتاز. نحن لا نراقب نحن نعم. نتابع. أنت صلح لي ما يخالف. ما في إشكالية. نعم. نحن نتابع. نعم. نحن نتابع أداء تنفيذ هذه البرامج. نعم. لأنه عندما تم موافقة الجهة والتزمت بهذا المشروع التزمت أيضا بتنفيذه. نعم. ومن أجل أن تقوم بتنفيذه نحن نقوم بمتابعة هذا المشروع إلى أن يتم إنجازه على أرض الواقع لأنه ينعكس على نعم. الخطة التنمية اللي موجودة في الدولة. حلو. فمثلا المثال اللي أنت ذكرتي مشروع من المشروعات على سبيل المثال أدرج بخطة التنمية. حلو. إذن هو الآن له رعاية خاصة نعم. لأنه مدرج بخطة التنمية وفي قانون وهناك الآن وفقا لأحكام القانون 2016 التخطيط التنموي. عفوا بس المثل اللي ذكرته مو حقيقي. لا ما في إشكالية. أنا بس قاعدة أوضح مثل طيب. صورة توزيع الأدوار يعني والمناقصات. لا مثل طيب. إذا كان هذا المشروع مدرج بخطة التنمية يوجد هناك خطوات فيه. صحيح. من الخطوات هو إعداد كراسة المواصفات المرجعية، أخذ نعم. موافقة الجهات الرقابية نعم. أخذ موافقة لجنة المناقصات المركز عفوا
الديوان المحاسبة، لجنة الفتوى الإفتاء والتشريع، ثم يدخل في المناقصات المركزية، ثم يطرح، ثم يتم تنفيذه، ثم احنا نتابع. أنا يمكن أعرج في هذا الموضوع إلى جانب آخر. قد يكون بعض السادة المستمعين من المواطنين من الشركات لديهم أفكار وإبداعات. نحن في الأمانة كون جهة تنسيقية ومطلعين على جميع الجهات في الدولة نقدر نوجه. حلو. فكثير من الجماعة اللي في القطاع الخاص مثلا أو من المؤسسات المجتمع المدني عندنا أفكار شو نسوي فيها؟ احنا نعتقد أن هذه الأفكار تنموية، بابنا مفتوح، نسمع، نوجه بعدين بالتالي المرحلة اللي بعدها مساعدة في التخطيط والتطبيق احنا شو نساعد؟ نساعد في توجيه إلى أي جهة يمكن يكون راعي. مثل ناخذ مثال، أحدهم يأتي بمشروع متعلق بصناعة التمور في دولة الكويت مثلا من هي الجهة المعنية في دولة الكويت تكون مستفيدة في هذا الموضوع؟ الهيئة العامة للزراعة والسمكية. صحيح. احنا عندنا تواصل وتنسيق معهم. تعالوا يبا شوفوا الموضوع. احنا نقول لهم يبا شوفوا الموضوع هذا من ناحية تفعيل دور القطاع الخاص. شلون؟ لان انا عندي شيء يسمونه هيئة الشراكة بين القطاع الخاص ولا. صحيح. احنا نلمهم على بعض، نوجههم توجيه. هذا التوجيه يطلع في الامانة. دكتور خالد، عندنا تقرير لقاءات، خلونا نشوفها مع بعض ونرجع نتواصل مع الدكتور خالد مهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. معصومة شكراني، مدير دائرة المكتب الفني للبحوث والتخطيط في الأمانة العامة للملف الأعلى للتخطيط والتنمية. أمانة الإدارة تتبع الأمين السيد الأمين العام للأمانة العامة مباشرة، وتختص في ثلاث أقسام رئيسية: المكتب الفني، مكتبة الأمانة، ومطبعة الأمانة. المكتب الفني يركز على جميع الردود على التقارير العالمية والمحلية، نبدي رأينا ونوصي بالتوصيات اللازمة لتطبيق هذه الدراسات. كما أن المكتب الفني يركز على تسخير جهود الباحثين الموجودين في المكتب الفني على إعداد وإصدارات دراسات بحثية تصف في مجال التخطيط والتنمية. سعاد داود العوض، مدير إدارة الخطط والبرامج. الإدارة مسؤولة عن إعداد الخطط الإنمائية والخطط السنوية، برنامج عمل الحكومة بالتنسيق مع الإدارات في الأمانة العامة والجهات الحكومية المختلفة. حالياً نحن باجتماع مع إدارة الموظفين والخبير المسؤول في إدارة خطط برامج، قاعد نعدل المسودة النهائية خطط تنمية سنوية الثالثة 2017-2018 بعد ما تم عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تمهيداً لرفعها وتقديمها إلى المجلس الوزراء لاعتمادها. برنامج سندرة، يعطيكم العافية. أخوكم محمد الشيخ من مجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. كلنا طموح أن نطور ديرتنا، ديرة الكويت، ومشكورين، يعطيكم العافية. الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هي الجهة المسؤولة عن إعداد الخطط في جميع جهات الدولة وتقديم الرأي والمشورة لمجلس الوزراء. أشكر وزارة الإعلام وشكر موصول لبرنامج سترة. مشاهدينا الأعزاء، شفنا التقرير مع بعض، نرجع نواصل حديثنا مع الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد عبد الصاحب مهدي. دكتور، في عندكم إدارة اسمها إدارة المستشارين. إيه نعم. وهي يعني ضمن الإدارة العامة اللي تتبع الأمانة قطاع. العامة طبعا. هي قطاع. دور هذه الإدارة في استقدام المستشارين إلى دولة الكويت. في أقدر أصلح نقطة شوي؟ تفضل صلح. في الكويت لجنتين. نعم. لجنة المناقصات المركزية هي التي تقوم باختيار ترسية على المناقصين والموردين. نعم. فهناك لجنة أخرى تخصصها الترسية على ما يسمى بالبيوت الاستشارية. نعم. اسم هذه اللجنة لجنة البيوت الاستشارية. نعم. هذه اللجنة تأسست من أجل أن تؤمن جودة المستشارين للجهات. حلو. هنشوف العملية شلون. طبعا غزك للجهات الحكومية الطالبة للخدمة. وضح. عفوا. أوضح لك. لجنة البيوت الاستشارية تستقبل طلبات. حلو. وزارة من الوزارات مثلا، هالوزارة محتاجة هالكثر مستشارين، هالوزارة لديها مشروع مشروع تريد شركة استشارية لتنفيذه. نعم. وزارة من الوزارات على سبيل المثال، وزارة
الشؤون الاجتماعية والأمن. نعم. الشؤون وزارة الشؤون الاجتماعية. نعم. قالت يبقى إحنا عندنا مشروع. هذا المشروع على سبيل المثال متعلق مثلاً بالأمان الاجتماعي. أي. يحتاجون مستشارين يساعدون. أي مستشارين مساعدة. نعم. عدلهم عدل. المشاريع عدل. يقدمون طلب. حلو. إلى رئيس لجنة البيوت الاستشارية. نعم. يقولون في يا يبا. نجيب لنا مستشار شركة استشارية تستطيع أن تقدم هذه الخدمات. نعم. مثلاً. وهذه اللجنة تحتكم. هذه اللجنة اللجنة هي مو تحتنا. هي لجنة عبارة عن لجنة وزارية. وزارية. يتم تشكيلها من رئيس ومجموعة من الأعضاء. نعم. الأعضاء في 6 أعضاء ورئيس 7. نعم. جرى العرف أن يكون رئيس لجنة البيوت الاستشارية هو الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. حضرتك يعني. يعني نعم 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 زين وهذا الأمر جاء يعني جار منذ تأسيس هذه يعني اللجنة. هذا هو يعني هذه اللجنة هي تبع المجلس الأعلى الأمان العام ما نقدر نقول تبع هي تبع وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزير أها نعم. فوزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية نعم. يشكل اللجنة يأتي بأعضاء رئيسها هو الأمين العام جرى العرف أن يكون نعم. هو الأمين العام للمجلس الأعلى والتخطيط حلو ماذا يقوم؟ تقوم اللجنة بالآتي باستقبال نعم. طلبات الجهات نستقبل الحين طلب الجهة أن نبي يبقى مثل هذه وزارة شؤون قلنا في عنده المشروع الفلاني تعالوا يبونا مستشارين فيها شيء؟ ما فيها شيء الحين هذا دورنا احنا الحين أن نقوم بإجراءات حوكمة معينة نعم. وبروسيجر ناخذ في تحكيم معين في تحكيم معين نعم ناخذ الموضوع وني عند الجهاز الفني القائم بدعم أعمال اللجنة نعم الجهاز الفني الداعم للجنة إدارتين إدارة أمانة سر لجنة البيوت الاستشارية وإدارة المستشارين المستشارين نعم معي؟ نعم يعني معناته أن هذه اللجنة تبحث عن ما يسمى بالدعم الفني نعم. والتقني نعم. والإجراءات الإدارية والتخاطب نعم. اللي يأتي ما بعد طلب الجهة عشان شي احنا بنصلح أنه هو القرار مش بيد الأمين العام أو الأعضاء هو في لجنة لجنتين ايه. في لجان تحت اللجنة هم يختارون يعني هم يقيمون المشروع ويقيمون احتياجاتكم وهم اللي يرشحون الطلبات دام ان احنا في برنامج سدره نعم. نقول احنا سدرتنا بالكويت هي دوله مؤسسات نعم نعم وقانون نحن نحتكم الى القانون والقرارات جميل. واللجان حلو. لا يوجد هنا قرار فردي نعم لا يوجد ابدا قرار فردي وهذا جزء من الحوكمه في تيم ورك لازم احنا تعلمنا هالشيء من الشيخ سلمان لازم يعني وزير الاعلام صحيح لازم نعم. القرارات الفرديه مآلها الى الخطر صحيح نحن دائما قراراتنا وفق لجان نعم. منضبطه نعم. تم تشكيلها وفق لقرارات نعم وهذه القرارات هي اللي تحكم اعمال اللجان جميل. بعدين هذه اللجنه ما اجتمعت الا وياها لائحه نعم واللائحه صدرت بقرار وزاري وفي لها دليل لها دليل وقوانين دليل واسترشادي استرشاد. ولا ومحدده المدد الزمنيه من طلب الجهه للطلب الاستشاري الى ترسيت على المستشارين نعم. فالحين لما يجي طلب الجهه نذهب الى اداره نعم. المستشارين وما تصير تعالوا نعم. يا جماعه نسقوا مع الجهه نعم. شوفوا ايش تبي نعم. احنا الحين نطلب من الجهه ان تكون مع طلبها يكون في كراسه نعم. مواصفات مرجعيه نعم. لهذا المستشار هذا واحد نعم. اثنين ندخل معاهم فيما يسمى في الاجتماعات التحضيرية نعم. الاجتماعات التحضيرية وهي اجتماعات مهمة جدا لمعرفة طلب الجهة وكتابة كراسة المواصفات طبقا للمواصفات الموجودة عندنا ثم بعد ذلك نتفق والجهة نعم. على وضع ما يسمى باللونج ليست والشورت ليست القائمة الطويلة والقائمة المختصرة ثم يتم دعوة المستشارين المتفق عليهم المتفق مشترك نعم نعم اتفاق مشترك مشترك مع الاثنين نعم. هم يحطون لستتهم لكن القرار النهائي للجنة هي التي تحدد من يدعى ثم تتم دعوة المستشارين يقدمون عطاءاتهم اللي هو العروض الفنية نعم. والمالية ويتم تقييمها ثم يبعث كتاب إلى لجنة البيوت الاستشارية للنظر في أن الإجراءات سليمة ثم يبث في موضوع الترسيل نعم. موضوع نعم. حوكمة نعم.
طبعا دكتور تدري الوقت كلش يعني قصير والأسئلة كثيرة، لكن نبي نركز شوي على الخطة التنموية للدولة. شنو ارتباط الخطة التنموية للدولة في المؤشرات التنافسية العالمية؟ رائع، هذا السؤال صراحة أنا أحييك عليه ودليل على الاطلاع، لأن الخطة 17-18 هي خطة مبنية على المؤشرات وتقارير التنافسية العالمية. تتكون هذه الخطة من 7 ركائز رئيسية. الركيزة الأولى هي الإدارة الحكومية الفاعلة، هذا رقم 1. رقم 2 هي المتعلقة فيما يسمى بالرأس المالي البشري الإبداعي. البنية، الركيزة الثالثة البنية التحتية المتطورة. والرابع هو الرعاية الصحية الجيدة. بعدين ندخل احنا في ركيزة الوضع الكويت الاقليمي والدولي. وايضا ركيزه، انا ما ادري اذا قلت البنيه التحتيه المتطوره قلتها، وبعد وعندنا ركيزه المتعلقه في الراس المال الاجتماعي وركيزه الصحه وركيزه الاداره والركيزه الرئيسيه الاقتصاد المتنوع المستدام. طيب هذه ركائز الخطه الانمائيه 17-18. طيب بالنسبه لتنفيذ الخطه التنمويه للدوله على ارض الواقع، اين نحن؟ صراحة يوجد هناك تحديات، يعني على أساس أن نكون إحنا جدا صريحين وشفافين. It's obvious وإتس يعني نورمال أن يكون في يعني تحدي. إذا أنا قلت غير كذي باكر يقولون لي أنت تعالي بوي. في تحديات، في تحديات ولا ما في تحديات؟ طبعاً. زي ما هو دورنا إحنا علشان نذيل مع الوزيرة صراحة، وزير دولة شلون التخطيط والتنمية، نوجه لها تحية كبيرة، الأخت هند صبيح براق صبيح. نعم. لها دور فاعل جدا في متابعة تنفيذ الخطة. حلو. وتذييل المعوقات. شلون؟ يعني احنا خلينا نشوف الآليات شلون تتم. الجهات مطلوب من عندها أن تودع بيانات لدينا في وضع التنفيذي للخطط الموجودة في الخطة التنمية. جميل. يذكرون فيما يسمى في نظام المتابعة الآلي اللي عندنا المعوقات اللي عندهم، احنا نجمع هذه المعوقات. ناخذ سبيل المثال. تدعي بعض الجهات بأن لديها معوقات مع بلدية الكويت أو مجلس البلدي مثلا، حدث تنسيق مع المجلس البلدي. لجنة التطوير والتنمية الأخ أسامة العتيبي، يا تعالوا يا جماعة دع جميع الجهات التي تقول أن في المجلس البلدي وبلدية الكويت عندهم مشاكل، بوجود معالي الوزيرة، بوجود الأمانة العامة ممثلة في المجموعة، وتحل المشاكل. جميل جميل. وهذا الأمر يعني خلال 3 جلسات رائعة جدا صارت في الورشة، وحيي صراحة المجلس البلدي وبلدية الكويت على فقد العديد من المعوقات اللي كانت على المشاكل، وهلم جر مع بقية مثلا المؤسسات، مع بعض المؤسسات. وهذا الصح، احنا دائما نقول في برنامج سدرة نحب نركز على الحلول وليست المشكلة، لأن الكلام على المشكلة ما راح نحلها. شكرا لحضورك الدكتور خالد عبد الصاحب نهدي للأمانة، يعني شرفتنا ونورتنا. شكرا لقبولك الدعوة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، نتمنى لك المزيد من التوفيق والنجاح في خدمة الكويت وأهل الكويت. حياك الله. ألف شكر لكم، وصراحة يعني من خلال السدرة، الحلو في السدرة أنها تعمر. واحنا الكويت راح تعمر ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله. حياك الله. مشاهدينا الاعزاء، وصلنا معاكم لختام حلقه اليوم، واحب انوه واذكر ان هذه الحلقه هي الاخيره، ان شاء الله الختام يكون مسك في هالموسم، ولكن نوعدكم ان نرجع لكم بعد العيد على خير، ونكمل بقيه مؤسسات الدوله والمسؤولين في الحكومه، يعني من الوزارات والمؤسسات والهيئات والقطاعات وادارات الدوله، تسليط الضوء على عملهم، لان لازم نشهد ان الكل يعمل على يعني أقصى جهد لخدمة الكويت وللتطوير وللتنمية ولخدمة أبناء الكويت وكل من يسكن ويعيش على أرض الكويت الحبيبة. شكرا لكم.